أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع الثاني عشر. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور التي سنغطيها خلال هذا الأسبوع، كونوا معي. بداية، وكما يظهر أمامكم على الشاشة، فعنوان درسنا هو الجهاد في سبيل الإسلام. يتوقع منك عزيزي الطالب تحقيق النتاجات الآتية: أولاً، بيان مفهوم الجهاد. 2. توضيح الحكم الجهاد وفضله. 3. الاعتزاز بأخلاقيات الجهاد في الإسلام. الجهاد فريضة عظيمة من فرائض الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الجهاد بالمعنى العام يراد به البذل الوسع والطاقة في فعل أمر ما أمر به الله سبحانه وتعالى وأحبه، واجتناب ما نهى عنه وكرهه. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. جهاد النفس يحملها على الالتزام بأحكام الدين وصدها عن اتباع الهوى. جهاد الشيطان بمواجهة وساوسه وعدم اتباع خطواته. جهاد الدعوة، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول كلمة الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. الجهاد بالمعنى الخاص، وهو المقصود في هذا الدرس، يراد به البذل الوسع والطاقة في محاربة المعتدين. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا الأمر من مسؤولية الدولة، وليس للأفراد ممارسته دون إذن ولي الأمر. الجهاد بالمعنى الخاص على مراتب، منها الجهاد بالنفس، وهو الخروج لملاقاة العدو ومباشرة القتال وتقديم النفس رخيصة في سبيل الله دفاعاً عن الدين والأوطان. الجهاد بالمال، ويكون بتقديم الأموال اللازمة لتجهيز الجيش وتزويده بالأسلحة اللازمة والمؤونة وجميع ما يحتاج إليه في مواجهة الأعداء. الجهاد بالكلمة، وذلك بإبداء الرأي والمشورة وبالإعلام والتعبئة المعنوية. حكم الجهاد: أمر الإسلام بالجهاد في حالة الاعتداء على بلاد المسلمين أو دينهم، وجعله فرضاً لدوره الكبير في المحافظة على الدين وإعلاء كلمة الله ورد العدوان عن المسلمين وأوطانهم. والأصل أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، إلا أنه يصبح فرض عين في حالات معينة، كأن يأمر ولي الأمر بالخروج لملاقاة الأعداء. وللجهاد والمجاهدين فضل عظيم، فقد وعدهم الله عز وجل بالأجر وأيضا بالثواب. أخلاقيات الجهاد: للجهاد أهداف ووسائل مشروعة، ليس الاعتداء على الأحد ولا الاستيلاء على مقدرات الشعوب واستعمارهم. ولذلك أمر الإسلام بالتمييز بين المحاربين وغير المحاربين من الأطفال والنساء. ولما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في إحدى الغزوات، قال: ما كانت هذه لتقاتل؟ ثم قال لأصحابه: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا. وكانت وصيته للمجاهدين: لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وقد أمر الإسلام بالالتزام بالعهود والمواثيق وعدم نقضها. عزيزي الطالب، وكما يظهر أمامك، هذا هو عرض سريع ومبسط لما سنقوم بدراسته خلال الأسبوع الثاني عشر: الجهاد، مفهومه، أنواعه، حكمه، كيف يكون الجهاد في سبيل الله. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.